بسم الله الرحمن الرحيم. أما والله فإنكم لو تعلمون ما تعلمون لقلتم إنكم لا تعلمون ما تعلمون، ولكنكم تمسكتم بالحياة الزائلة ونسيتم الآخرة الباقية. أما بعد، أني إجاني أوباما بنفسه، إجاني أوباما وقال أنا عندي مشكلة. قلت له أنا أعرف مشكلتك من قبل أن تتكلم بيها. فقال وكيف تعرف مشكلتي وأنا لم أخبرك بها؟ قلت أنا أعرف ما يدور في داخل الأشياء. أنا إذا أشوف السمبوسة من بعيد أعرفها أم البوتيتا لو أم الماش، ولكنني مشكلتك أستطيع أن أحلها وأنا أشرب النرجيلة. قال لماذا النرجيلة؟ عندك بث مباشر؟ فقلت لا، ولكنني حليت مشاكل أكبر من هذه المشكلة. أنا طورت السلاح الروسي، طورته وإجاني الأخ بوتين، إجاني بنفسه ولم أذهب إليه، وحليت له المشكلة وطورت له السلاح الروسي. صح إحنا نشتري السلاح من روسيا بالدين، بس أنا طورت السلاح الروسي. فقال لي هاي سولفها على أنثى الدب. قلت وما هي أنثى الدب؟ قال سولفها على الدبة. تعرف الدبة؟ قلت له هي أعرفها، الحاطة شكالة دبة، والما حاطة شكالة أخو معروف هذا الدب. وقلت له هذه آخر سنة، آخر سنة لك كرئيسا للدنمارك. فقال أنا لست رئيسا للدنمارك، أنا رئيسا لأمريكا. قلت أنت متوهم، أنت رئيسا للدنمارك. لذلك